من جانبه أشار الدكتور محمد بن حمو المحلل السياسي ومدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار إلى أن المملكة المغربية حققت إنجازات كبيرة على كافة الصعد. يمكن القول بأن جلالة الملك محمد السادس يعني من خلال إنجازات عدة اقتصادية اجتماعية سياسية بشرية ويعني حقوقية، يمكن القول بأنه يعني يحقق معجزة كبيرة منذ اعتلائه العرش. فإذا لاحظنا من في الجانب الاقتصادي مثلا هناك إنجازات ضخمة جدا، فالناتج المحلي الإجمالي ارتفع بثلاث أضعاف خلال يعني العقدين الأخيرين، كما ارتفع معدل النمو وتطور كبير في الآفاق الاقتصادية فيما يرتبط بمنطقتنا العربية. المغرب اليوم يحتل المرتبة الثانية في المنطقة من حيث مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الخاصة بالبنك الدولي. هناك إنجازات كبيرة في البنية التحتية.